أهلا بكم من جديد. يثير اتفاق بين ألمانيا وحلفائها في أوروبا الشرقية لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا يثير قلقا من فشله بسبب عدم التوقيع عليه وإلقاء تلك الدول اللوم على بعضها البعض بسبب تأخيره. فما القصة؟ تسعى ألمانيا وحلفاؤها بشدة لدعم كييف، إذ سترسل بولندا دباباتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى كييف، فيما ستقوم ألمانيا بتعويضها بأسلحة غربية من مخزونها الخاص حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. خطط ألمانيا هذه لتعويض الأسلحة كانت وسيلة لتجنب استفزاز روسيا، لكن وعلى الرغم من المحادثات المطولة مع بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا واليونان والتشيك لم يتم توقيع اتفاق بعد. وفي محاولة لإثبات عدم تخليها عن أوكرانيا وحلفائها، أشارت الحكومة الألمانية إلى تأكيد كييف تسلمها مدافع مضادة للطائرات، إضافة إلى 3 قاذفات صواريخ متعددة من طراز مارس 2 و3 مدافع هاوتزر. صحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى أن المستشار الألماني أولاف شولز فشل في تهدئة غضب المعارضة الألمانية التي دعته إلى الالتزام بطلب البرلمان للحكومة بتوفير أسلحة ثقيلة لأوكرانيا. يناير 2022 وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، رفضت ألمانيا مرور الجسر الجوي لنقل الأسلحة من بريطانيا إلى أوكرانيا عبر أجوائها، ما أثار استياء كييف، كما عرقلت برلين توريد أسلحة ألمانية الصنع عن طريق أستونيا في الشهر نفسه. وقال المستشار الألماني إن القرار يندرج ضمن سياسات ألمانيا لمنع تصدير الأسلحة الفتاكة. بعدها بيومين استقال رئيس البحرية الألمانية على خلفية تصريحات أدت إلى استدعاء السفير الألماني في كييف، قال فيها إن روسيا لا تريد سوى الاحترام. ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتخلى ألمانيا عن قرارها عدم إرسال أسلحة لمناطق الصراع، وتعلن إرسال مضادات دبابات وصواريخ أرض جو وذخيرة. وفي أبريل صوت البرلمان الألماني بالأغلبية لصالح إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، ولكن برلين أعلنت عن تصرفها بحذر في هذه المسألة خوفاً من التورط في الحرب. وفي شهر يوليو أفادت وسائل إعلام أن ألمانيا منعت حزمة مساعدات بالغة 9 مليارات يورو، والتي ينبغي أن تمثل الشكل الرئيسي لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ووافقت برلين فقط على تمرير 1 مليار يورو. لكن برلين استمرت بسياسة تسليح أوكرانيا رغم كل شيء، وأعلنت شركة كراوس مافاي فيغمان أن وزارة الاقتصاد أصدرت تصريحاً للشركة ببيع أوكرانيا مدافع هاوتزر من طراز 2000. للمزيد من الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي من بون الألمانية عبر زوم، السيد منصف سليمي الباحث السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي يدفع ألمانيا إلى عدم الالتزام بتعهداتها بتوفير الأسلحة لأوكرانيا؟ لا يمكن القول أن ألمانيا لا تفي بتعهداتها، وإنما هنالك مفاوضات وجزء كبير منها يجري في الكواليس في سرية، ولم تفضي لحد الآن عن اتفاقات معلنة. الأطراف الأوروبية في شرق أوروبا مثل البولونيين أو شركاء آخرين يقولون أن يلقون باللائمة على ألمانيا، ويقولون أن الاتفاق لا ينفذ، أو بالأحرى ما وعدت به ألمانيا لا ينفذ. ولكن في الحقيقة هنالك تفاصيل كثيرة. أولا، الاتفاق المعلن من طرف الجانب الألماني من طرف المستشار أولاف شولتز ووزير دفاعه لامبريخت منذ 3 أشهر، صحيح لم ينفذ بالكامل، وربما هنالك جوانب أساسية منه تتعلق بأسلحة ثقيلة يفترض أن توجه إلى بولندا أو إلى سلوفاكيا، لم يتم لحد الآن تزويد بولندا بها فيما يعرف بالتبادل الدائري بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، عندما منحت بولندا دبابات سوفيتية الصنع على أساس أنها ستستلم دبابات ألمانية. في حقيقة الأمر هنالك مجموعة من العوامل التي تفسر السلوك الألماني الحذر، ناهيك عما يؤول من سياسة ألمانيا ومراعاتها للاعتبارات المتعلقة بالعلاقة الخاصة مع روسيا، إلا أن هنالك عوامل أساسية تتحكم في هذه العملية، أولها
أن مخزون ألمانيا محدود من الأسلحة، حتى أن مسؤولة كبيرة في حزب الاشتراك الديمقراطي، حزب المستشار أولاف شولتز، في حوار أول أمس لصحيفة دي تسايت الألمانية، قالت أنه لا يمكننا أن نقتلع من ضلوعنا دروع ونرسلها إلى أوكرانيا أو إلى جيراننا في شرق ووسط أوروبا، في إشارة إلى أن مخزونات ألمانيا محدودة. لا شك أن المراقب يدرك أن ألمانيا كانت أصلا دولة حيادية وغير مسلحة، وبالتالي فإن قرارها بالتسلح هو حديث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ولم يمضي عليه 3 أشهر. هنالك نعم اعتبار ثاني يتعلق بمسألة التصنيع. في ألمانيا ما زالت بصدد تصنيع مجموعة من الآليات العسكرية، وبالتالي فإنها ليست متوفرة في مخزوناتها. هذه بعض الاعتبارات، علما وأنه من الناحية اللوجستية فإن الأوكرانيين يستخدمون بشكل أفضل الأسلحة السوفيتية الصنع أكثر من استخدامهم للأسلحة الغربية، ما عدا بعض التسليحات التي سهلة الاستخدام مثل صواريخ ستينجر أو صواريخ هايرماس الأمريكية التي المضادة للطائرات، فهذه أو التي يبعد مداها بضعة مئات الكيلومترات. ولكن بشكل عام فإن ألمانيا سياستها من الناحية الاقتصادية تقدم دعما كبيرا لأوكرانيا، نعم ولحد الآن قدمت دبابات ليوبارد وقدمت مجموعة من المساعدات، ولكنها يمكن القول أنها ما تزال حذرة وتمشي بخطوات ربما بطيئة نوعا ما. ولكن سيد منصف، ماذا عن اتفاق تعويض الأسلحة السوفيتية إلى تحديدا دول شرق أوروبا رغم هذه التحديات اللي تواجهها ألمانيا، ولكن في هذا الاتفاق؟ بالتأكيد أن ألمانيا مشكلتها هي مسألة وقت. ألمانيا تريد أن ترسل تلك الأسلحة، هي ملتزمة مبدئيا بالاتفاق وتريد أن ترسل تلك الأسلحة في حدود نهاية السنة أو السنة المقبلة، أي أنها تريد أن تأخذ مجالا من الوقت إلى تصنيع أسلحة لكي لا تنفذ مخزوناتها الداخلية. هذا اعتبار مهم جدا. ولكن لا شك أن أيضا ألمانيا في إطار التحول الذي وقع والتزامها الكبير بتخصيص 100 مليار يورو للاستثمار في الجانب الصناعة، صناعة الأسلحة، فإن هذا يعني هنالك مدى معين. هنالك أيضا التزام ألمانيا ضمن حلف الناتو سواء لمساعدة دول البلطيق أو لمساعدة دول أوروبا الشرقية والوسطى، فأيضا فإنها تبذل نعم جهود على مستوى الإنفاق وعلى مستوى التسليح في هذا المجال. طب ألا يمكن القول أو اعتبار أنه هذه الحجج اللي تقدمها ألمانيا اليوم بأنه مخزوناتها غير كافية من الأسلحة ربما في سبب آخر ربما هو الأهم في هذه المرحلة، هو أنه في التزام ألماني بالخطة الأوروبية بمواجهة روسيا اقتصاديا وتخفيف الدعم العسكري لأوكرانيا؟ من الناحية الواقعية فإن ألمانيا يعني ملتزمة بفكرة تتفق فيها مع الولايات المتحدة وتتفق فيها مع الشركاء الأوروبيين، وهو أنه لا ينبغي لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب، لأن انتصار روسيا في هذه الحرب يعني تبعات خطيرة جدا على الأمن الأوروبي، وهذا يستتبعه أن تلتزم الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتقديم ما يلزم من الدعم العسكري لأوكرانيا. لكن ذلك الدعم العسكري له سقف معين، بأن لا يكون بأسلحة ثقيلة جدا يعني بحدود معينة، ثانيا بأن لا يجر دول المنطقة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا في صراع مباشر مع روسيا، مثلا عدم إرسال طائرات بشكل مباشر، مثلا هذه بعض المعطيات. ولكن على المستوى الاقتصادي في الحقيقة فإنه سواء في ضمن قمة مجموعة السبعة التي ترأسها ألمانيا أو على مستوى الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا تقدم دعما معتبرا للجانب الأوكراني، وهي أول داعم اقتصادي لأوكرانيا. لكن مع ذلك ينبغي التوجيه بأن خبيرا كبيرا أمني يعني استراتيجيا ودبلوماسيا كبيرا مثل أشنجر الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن العالمي قال أمس في مؤتمر يعقد في النمسا حول الأمن
أمن مستقبل الأمن الأوروبي، قال إن نعم ألمانيا بعد قرارها بتغيير استراتيجيتها بحاجة إلى إعادة النظر في عدد من المعطيات المتعلقة واضح. بسياساتها الدفاعية والأمنية في شرق أوروبا بالخصوص. شكرا لك ضيفي من بون الألمانية عبر زوم السيد منصف سليمي الباحث السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية، شكرا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية، معي أنا غنوة أبو دلة.